مرحبا، معكم فهد. رجعت لكم بفيديو جديد، واليوم موضوعنا عن كلنا بنعرف انه الرياضة بتساعدنا نخسر وزن، نبني عضل، تزيد لياقتنا، بس قد ايه بتعرفوا عن تأثير الرياضة على النفسية؟ الرياضة لها تأثير كبير على المزاج. أول شيء الرياضة بتخفف من توتر، تاني شيء الدماغ بيفرز مادة اسمها اندورفين، هالمادة بتخلينا نشعر بالسعادة على طول اليوم. تالت شيء الرياضة بتساعد انه تزيد ثقة بالنفس، عشان اذا قدرت تحقق شيء قبل ما كنت تقدر تحققه بالرياضة، هذا الشيء راح ينعكس بشكل ايجابي بحياتك. بدي منكم انتم تكتشفوا تأثير الرياضة على النفسية. اللي بدي اياكم تعملوه تختاروا الرياضة المفضلة عندكم، تعملوها لمدة نص ساعة، اول ما تخلصوها تكتبوا كيف كان شعوركم، ركزوا على عقلكم مش على جسمكم، شوفوا كيف تغير مزاجكم بعد الرياضة. شكرا على المشاهدة، بتمنى الفيديو يكون عجبكم، انا بشوفكم بالفيديو الجاي.